رحلة بدأت بعشرين قرشا واستمرت حتى وصلت العالمية. هكذا كانت رحلة الدكتور هاني البنا الطبيب الذي انتقل من مقاعد الدراسة في مصر إلى بريطانيا ليجد نفسه على مفترق طرق بعد تجربته المؤثرة في البوسنة وفي صبرا وشاتيلا وأريتريا، فيتخذ قرارا مصيريا غير مسار حياته وحياة الكثيرين حول العالم بتأسيس منظمة الإغاثة الإسلامية إسلاميك ريليف لتكون مؤسسة بريطانية عالمية إسلامية معتبرة. في الحلقة السابقة أبحر بنا الدكتور البنا في بحور العمل الإنساني الفكرية والفقهية والواقعية، فشرح ووضح التطورات التي مرت بها رؤيته لتنتقل من مجرد عمل إغاثي يقوم على الإطعام والإيواء والكسوة إلى تنمية المجتمع حتى تصل في أعلى مستوياتها إلى تغيير فكر الشعوب والارتقاء به. لفت النظر بشكل مثير إلى ضرورة الاهتمام بتطوير فقه إسلامي إنساني جديد يناسب الواقع ويقوم على عمل مشترك بين الفقيه المجتمعي والفقيه الشرعي. بيّن الدكتور البنا كيف يسارع الشباب حتى اليوم بالعمل الإسلامي الإنساني بالرغم من تحجيمه منذ أحداث سبتمبر، ليثبتوا أن الخير فيهم لن يتوقف إلى يوم الدين. واليوم نستكمل هذا الحوار القيم مع الدكتور هاني البنا. ضمن هذا المناخ، ضمن هذا الوضع، هل المجتمع الدولي، المجتمع الغربي، الدول المسيطرة على قرارات العالم والمهيمنة على الأمم المتحدة، هل تريد أن يكون هناك عمل إنساني إسلامي أم أنها يعني جزء من هذا التحجيم، أو تريد أن ينخرط ضمن المؤسسات الإنسانية الدولية بدون صفة وبدون اسم؟ هو المناخ الدولي اللي كان قبل الثمانينات كان مناخ إنساني بحت، وده من كلام زمايلنا في مؤسسة جدا دولية كبيرة. قالوا احنا أنشأنا هذا المناخ الفلسفي الفكري من قاعدة مسيحية. احنا كنا مسيحيين في سويسرا، في بلجيكا، مش عيب، احنا بنتفق معهم في كثير جدا منهم بيقوموا به. احنا بقى لما بدأنا نحط على الخريطة معايا، بدأنا نضع ثقافة جديدة، وعشان تضع ثقافة تغير الثقافة القديمة بتاخد عشرات السنين، وكان لنا رؤية أخرى. أنت بتتكلم عن الرؤى، ربنا يبارك فيك، كان لنا رؤية في الثمانينات أو في أواخر التسعينات إن إحنا نجعل نغير المناخ الإنساني الثقافي لعمل الخارج، نغير المناخ. يعني هذا الكلام كنا بنتكلمه في أول التسعينيات. لماذا؟ لماذا يكون المنصة فقط لفلان وفلان وفلان؟ طب ودول هم فين؟ حاليا نتكلم عن مؤتمر القمة الإنسانية اللي حصل في اسطنبول في 2016، وكان كمية المؤسسات العربية والإسلامية اللي موجودة بسم الله ما شاء الله، وليهم منصات. ده حصل بعد كم سنة يا دكاترة؟ حصل بعد حوالي 30 سنة من محاولة تغيير المناخ. احنا لما جينا نسجل في الأمم المتحدة، تعرفوا سجلنا سنة كام؟ سنة 93، يعني كنا لسه ما كملناش 7-8 سنين. الله. ومع ذلك كانت رؤيتنا نخش الأمم المتحدة. ليه؟ عشان نقعد مع الناس دي نتعلم منها. قعدنا نسمع ليهم. انا شخصيا لما كنت بسافر، كنت اول 3-4 سنين كنت بسمع مش عارف هم بيتكلموا يقولوا ايه، الى ان فهمت الكلام. وليس كل من فهم اللغة الإنجليزية واللغة العربية هو فقه اللغة الإنجليزية والعربية، أو عالم ثقافة اللغة العربية أو الإنجليزية، أو عالم فلسفة التفكير العربي أو الإنجليزي، إلا أن تجلس وتفهم. وبعد كده بدنا نتكلم، ولما بدنا نتكلم بدنا نقدر نؤطر، نوجه، أو نقول لا إحنا هنعمل كذا وما نعملش كذا. أنا أديك مثل من الأمثلة. قضية دارفور، جماعنا اللي هو السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان، علشان هل تتدخل
عسكريا ولا تدخل عسكريا في السودان. كنا عملنا احنا اجتماع في بريطانيا في المكتب بتاعنا، قلنا ما فيش تدخل عسكري الا يكون تابع لموافقة الامم المتحدة، نظام التعاون الاسلامي، الجامعة العربية. ما بيبقاش احادي زي ما حصل فين، زي ما حصل في العراق. ما تعلمنا من درس العراق يا دكاترة، تعلمنا شفنا ازاي حال قرابة مليون طفل اصيبوا بالسرطانات من اليورانيوم ديبليتد بومبز كان بينزل ده. احنا عملنا مشروع هناك بمليون دولار في الوقت ده علشان نشتري ادويه لمعالجه امراض السرطانات اللي موجوده هناك، خاصه لوكيميا الاطفال. سنه كام؟ في سنه 96 و97. يعني انت بس شوف المليون دولار ده في 96 و97 بيساوي كام دلوقتي. وكنا بنعاني عشان نشتري الدواء، لان كل الدول كانت منعه تصدير الدواء للعراق. تعلمنا. فلما جه كوفي عنان جمعنا وقال في كنا 25 او 30 مؤسسه دوليه كبيره، ورئيس المجموعه تكلم وكانه هو يتكلم بلسان وزير الخارجيه التي ايه الدوله التي ايه ينتمي اليها. فكوفي عنان كان راجل ذكي، انا الوحيد اللي شكلي كده يعني ما يعني وجيه كده زي ما شايفين شكل حلو كده شويه كده، وقاعد قدامي الاسم بتاع المؤسسه، فكانه هو حب يسمع كلامي، بالك حب يسمع الكلام مني انا. فبص لي كده، قمت انا قايل، قلت له شوف ما فيش تدخل في السودان من غير موافقه الامم المتحده والجامعه العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي، والا ستاتيك القبائل الافريقيه من شرق افريقيا وغرب افريقيا تحمل السلاح وتقول حي على الجهاد. فقعد يهز لي راسه. تمام. الجمعيات كانت عايزه يكون في اجماع، مين الفسوخه اللي كان قاعد في النص ما عملش اجماع؟ انا. ما فيش اجماع. في يعني اغلبيه. فكانت توصيه ان لا للتدخل العسكري. لان هم بيسالوا المؤسسات اللي على الارض الواقع، شوف 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 يا دكاتره يعني هم بيحترموا العمل الانساني. الحكومات هنا بتحمي العمل الانساني. يعني لما خرج من قضية دارفور، ها ناس كانت بعض المؤسسات الفرنسية واخداهم أطفال يعني من تشاد واتمسكوا في المطار، ما كانوش مرضى، كانوا بيهربوهم. تدخل فرنسا بكيانها وكينونتها في قضية الأطفال اللي كانوا بيتهربوا من تشاد الى الدول الاخرى. لما نفس الموضوع حصل في هايتي، في بعض المؤسسات الامريكيه عملت نفس الشيء، وبعدين الحكومه مسكتها، تدخل نزل لها رؤساء الجمهوريات القدامى اللي كانوا موجودين عشان يخرجوا الناس دول من السجون. لما نزلت انا في ادواندا اتشي في يناير 1900، باندا اتشي كانت 95 اعتقد تقريبا، على حسب ما اللي هو السونامي، اللي هو بعد السونامي. تعرف في المطار واحنا خارجين كان مكتوب عليه ايه؟ لا تجعلوا هؤلاء الناس يسرقوا اطفالنا وياخذوهم معاهم. طب انتوا نازلين تساعدوا ولا تاخذوا الاطفال؟ فدي كلها مشاكل. ولما احنا بنتكلم على تحجيم العمل الانساني خاصه العربي والاسلامي بعد سبتمبر 11، الأعمال التانية مش محجمة. لها اليد العليا في أماكن مختلفة. فلذلك احنا استطعنا بإيجابية إن احنا نفرض على المجتمع الدولي مجموعة من الثقافات الجديدة، والجمعيات الجديدة أصبحت شركاء للأمم المتحدة وغيرها. رغم كل هذه الصعاب، شوف أنا بقول لك إيه، رغم كل هذه الصعاب إلا إن أصبحنا مرجعية. فضل الله سبحانه وتعالى. فضل الله سبحانه. دكتور هاني، لا يمكن أن نقوم بعمل خيري إنساني مؤسسي منظم إلا بالتعاون مع الحكومات والسلطات المحلية. هل هناك يوجد بروتوكولات للعمل مع هذه الحكومات والسلطات حتى تحافظ على إنسانية المؤسسة، أم أنتم تتبعون
أي ما جاء من هذه السلطات والحكومات من أوامر وقوانين. طبعا هو كل بلد لها قوانينها اللي بد أن تحترم. إذا كانت قوانينها تتعارض مع معاييرك الإنسانية ما تشتغلش معهم. منتهى الصراحة. ليه؟ لأن هو اللي خسران. ودي القاعدة كده. أنا جاي علشان أساعد. أنت يعني لو قوانينك العمل هناك بتجعلني موجود وأحقق رسالتي وأحقق قيمي وأهداف مؤسستي هكمل. مش هتحقق انا همشي. فهي في حريه بغض النظر. يعني في بعض المؤسسات دلوقتي ليها مكاتب. فين ليها مكاتب يا سيدي؟ في ميانمار عشان الروهينجا. جمعيه ولا جمعيتين ولا ثلاث من الجمعيات المسلمه. واخباتك ده معناه ايه؟ معناه ان الحكومه راضيه عن وجودهم. وده مش معناه انهم هيعملوا كل حاجه لان في محاذير الى اخره. فبالتالي هي انت بتوزن الامور حسب حاجه الناس وحسب الشروط اللي انت هتقبلها او ما تقبلهاش. ممكن تقبلش اي حاجه من حقك انك تمشي. لكن لا تسلم كل يعني. كنا احنا في نقاش دلوقتي عن الكونغو الديمقراطيه وكان في اللقاء ده بيتكلموا على ان الايبولا جت المره العاشره مره تانية. بتكلم على بعض المؤسسات الكبيرة الدولية اللي راحت هناك وحصل فيها يعني إهدار للأموال وعدم رقابة. وبدأ يبقى فيه انتقاد لهذه المؤسسات الكبيرة. مش حاجة أسمع أنا. فزعلت. قالت حملين كل حاجة للحكومة. الحكومة فاسدة. في مقامك المختلف الحكومة فاسدة. فإذا كنت أنت تدي فلوس للحكومة ديها بشروط. ديها بشروط. أما تديش. خاصة انك اليد العليا مش مجرد ان انت شخص او حاجة زي كده. واضح. دكتور، مؤسسة الاسلامي كريليف او مؤسسة الاغاثة الاسلامية، الاسم رائع وكثير يختلط على الناس ان هذه المؤسسة تساعد المسلمين فقط حول العالم. هل هذا صحيح ام هذه فقط مثل وانتم تساعد؟ تفضل دكتور. يس. جميل انك لوحت. طبعا هذا هو السؤال الجديد الجديد القديم. نعم. يعني احنا في قضية الشيشان لم نمنع احد، بل بالعكس كان يمكن ربع الطوابير. لان داخل الشيشان كان في روس، هم كان الايام ستالين كان بينقل الروس عشان يعيشوا في الاماكن اللي فيها مسلمين كتير. كانوا واقفين في الطوابير. لما جت للاستاذ محمد بتقول له طب انا روسيه ما اكلتش لحمه بقالي سنين. قال لها طب يعني ايه مشكلة؟ اقف هتاخدي زي ما التانيين بياخدوا. في قضيه اللي هو الشيان اللي هو الزلزال اللي حصل في الصين ساعة اللي هو اسمه يا ربي ايه؟ كأس العالم 2002. أول مشروع عملناه في الصين كان في منطقة أبوذية. بالشراكة مع الحكومة المحلية. احنا 50% هم 50%، كل الناس كانوا أبوذيين هناك. جنوب السودان لما فتحنا المكتب هناك في 2003 كان حلم. وكان أمل حياتي إن أنا أنزل جوبا ونزلتها. بفضل الله سبحانه وتعالى انا والشباب كلنا مع بعض وفتحنا المكتب. ولما جينا نفتح المكتب قلنا نعمل في ايه المشروع؟ قلنا ما تشتغلوش في التعليم هيقولوا عليه دعوه. قالوا خلاص. ما تشتغلوش في الصحه هيقولوا عليه دعوه غير ايه؟ غير يعني ايه مباشر. قلنا خلاص. نشتغل فيها شباب؟ قلنا نشتغل في الميه. جبنا حفاره والحفاره راحت والوالي بتاع المنطقه مين؟ مش مسلم، مسيحي. اسمها وراب. لما قابلت انا في 2007 بعد الشغل ما اشتغل قالوا انك جيتوا حليتوا لنا مش 30% من حاجة المنطقه للميه. الله الله. ففي عمل ملموس. ده انسان يعني
لا لا، لما جم هم بعد المؤسسات الاخرى المغرضه المغرضه دون ذكر دياناتها، قالوا دول بيسمنوكوا عشان يمسلموكوا. تعرف قالوا ايه؟ اخواننا المسيحيين قال لهم الاسلام مكليف دي مؤسستنا، ملكوش دعوه بيها. لان انا اول ما قابلت، تعرف قابلت مين يا شباب؟ رحت نيفاشا، قابلت الجيش الشعبي قبل ما انزل ايه جنوب السودان، ورحت الخرطوم قابلت وزاره الخارجيه السودانيه، ده قال لي اشتغل وده قال لي اشتغل. لما نزلت بقى دول موافقين ودول موافقين، فلما نزلنا اشتغلنا في الميه. ده كان في مره مؤتمر عند دارفور معمول في سرت في ليبيا، وكان حضره يعني مؤسسات امريكيه كبيره. رئيس اللي هو الاستخبارات السودانيه في جنوب السودان لما شافني، يعني هو خريج جامعه اسكندريه، قام زعق كده هاني البنا وقعد ويبوس فيا، وكان بيوصل رساله هذه هي المؤسسه الانسانيه الوحيده التي تعمل دون حدود مع اولادنا في جنوب السودان. الله ربك ده ليه؟ لان شافك وعرفك. لما احنا دخلنا في 93 يا شباب، انا لما جيت دخلت 93 كان وانا قاعد في الجلسه دي، وكانت يمكن ليله العيد الفطر، انا المؤسسه الوحيده، اعوذ بالله مش من الكلمه دي، اللي كل السفراء اللي في الامم المتحده جالسين الجلسه دي رفعوا ايديهم مره واحده. اللي قبل كده كان ده يرفع وده ينزل ودي كذا، وسالت ما لا يقل عن 20 سؤال فيها كل التشكيكات اللي بتتكلم عليها دي، ولكننا استعدنا لها قبلها بيوم وبيومين، وعملنا جلسه عشان والله الجلسه اللي احنا عملناها قبلها بيوم او بيومين يا شباب كانت عباره عن ايه؟ عباره عن كأن ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا نستقرئ الاسئله التي سنسالها في اليوم التالي. ربنا. فلما جاوبت على كل الاسئله، كانت واحده من السفيرات قالوا لك ايه ده، حتى ده قبل 11 سبتمبر ده 93. نعم. فقالت لا مش موافق، انا لازم كل يوافق. قلت لها انت كنت مش فاهم حاجه طبعا. خلاص يعني كذا. قعدت بقى يوم واثنين وثلاث، فجت في واحده كانت ايه بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت ما بتعرفش تعمل لوبينج؟ قلت لها يعني ايه لوبينج؟ يعني انت رحت تكلم ده وتكلم، قعدت اكلم بقى السفراء كلها. اللي يقول لي انت تبع الدوله الفلانيه، واللي يقول لي انت مش عارف كذا، واللي يقول لي انت تبع حزب الدعوه اللي في ايران، كلام بقى انا ما اعرفوش. جاي يوم الجمعه بقى، وانا بس بقول لكم الحته دي عشان الايه المشاهد يعرفها. يوم الجمعه لما جه وانا قاعد بقى لي 5 ايام ما بعملش حاجه، طلعت على المنصه من غير اذن، من غير ايه اذن، خلاص طلعت مخي كده، مسكت الميكروفون. والله انت فين؟ انا مش فرح بتاع النقوط والحاجات دي، مسكت الميكروفون وقلت انا هنا، ما ايه انا قاعد بعمل ايه؟ قال له طب انزل، ما ينفعش دي ام، قلت له ما فيش ام تحت، ام تحت ايه؟ انا بقالي اسبوع وانت مش انت ترد عليا. تعرف مين اللي رد عليهم؟ مين؟ عشان ينصر الاسلام والمسلمين، رجل غير مش عارف من شعار غير مش عارف مش من دينهم، سفير ايرلندا خد الميكروفون وقال لهم اسمعوا، الرجل ده بقى له 5 6 ايام قاعدين هو، وجاب كل الاوراق وجاوب على كل الاسئله وكذا 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 وكذا، ما كانش في حد مزكينا، كانش في حد مزكينا، عارفين مزكينا يعني ايه؟ وقال انا ازكيهم. الله. واو. ويوم الاثنين يكون هم اول جمعيه تطلع وتناقش. رجل احق الحق على لسان رجل غير مسلم. لما جتش يوم الاثنين بقى، جه السفير السوداني جزاه الله خير، قلت له والله لو مش هتزكينا، دول كلمة حلوة، هخلي حسني مبارك رحمة الله عليه يقطع عنك الماء بتاعت النيل. هو طبعا هو كان طوله 2 متر وانا طوله 0.5 متر. فجي يوم الاثنين ادخل مع اسماء، فطبعا رئيس الجلسة اللي كان بتكلمني، طبعا ست السفيرة اللي كان موجودة بدون ذكر اسم بلدها ايه ما اتكلمتش، خلاص يعني حد معترض حد ما حدش معترض. سجلنا في 93 يا شباب. الله. يعني سجلنا من قرابة 30 سنة، يعني بعد 7-8 سنين من بعد 4 سنين من تسجيل الإغاثة في بريطانيا، ودي الرؤية
نعم. الرؤية انك تخش المجال ده وتتعلم منه وتكون جزء منه لكي تؤثر فيه. لن يستطيع ان يؤثر فيه من يقذف الحجارة على الشبابيك. نعم. جميل. يعني الحقيقة مسيرة ممتلئة وفكر غني جدا. لكن اليوم احنا تحدثنا عن التبرعات التي تخرج من هذه الهيئة وهذه الهيئات إلى المسلمين وغير المسلمين. وطبعا هنا أيضا يقابلك طرح آخر، أنه كيف أنت تجمع الصدقات والزكوات من المسلمين وبعد ذلك تنفقها بغير مصارفها اللي إحنا نعرفها حسب ما هو منصوص عليها. وأيضا يأتيك سؤال من طرف آخر، التبرعات التي نجمعها هل تجمع فقط من المسلمين؟ يعني أنا شفت من بين اللي شفته في إحدى المقابلات التي يعني تم تكريمك فيها من قبل الأمير تشارلز ومنحك وسام فيها، سمعت أنه الأمير تشارلز نفسه يتبرع أو تبرع لهيئة الإغاثة الإسلامية. فالتبرعات هذه تأتي من المسلمين فقط، وحين تنفق هل يراعى فيها موضوع المصارف؟ لأنه كما سمعنا من حضرتك الآن أنها تنفق على الجميع مسلم وغير مسلم. طيب جزاكم الله خير. طبعا الأمير تشارلز بعد 11 سبتمبر تبرع للغاسة الإسلامية بمبلغ زي اللي تبرع به للصليب الأحمر البريطاني. جميل. أما احنا عندنا في التام مصارف للزكاة في واحد فيهم اسمه المؤلفة قلوبهم، في واحد اسمه في سبيل الله. جميل. يعني مش أنا اللي قلت بقى مؤلفة قلوبهم. صحيح. مش هاني البنا ده الزكاة اللي هي من الصدقات وهبات. ربنا بيقول لك، لما سألت أنا الشيخ يوسف القرضاوي أو غيره يعني قال حتى لو لم يرجى إسلامهم لكي تبني بينهم وبينك وبينهم علاقة تود، بس يبقوا أصدقاء. عندك بند اسمه ترجموني مؤلفة قلوبهم، يعني ايه؟ دي نمرة واحد. صح. نمرة اثنين في سبيل الله مفتوحة. صحيح. لم يغلقها ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا عزم لا فتحها زي ربنا ما عمل اللي عاملين عليها. طيب عمل اللي عاملين عليها في الإغاثة في الزكاة ليه؟ لأن ربنا عارف إن دي لابد تكون مؤسسة. يعني إيه مؤسسة؟ في ركن الإسلام الشهادة والحج والصوم والصلاة. ما فيش مؤسسة اسمها اللي عاملين عليها للصلاة بس. صح. لكن الحساس شوية اللي عاملين عليها هي في الزكاة. ليه؟ لأن أنت لابد توظف ناس. الله توظف بك. ناس يجمعوا المال ويحفظوا المال وينفقوا المال، وتوظف ناس يعملوا دراسات على حالات المجتمعات اللي هتاخد الفلوس دي، وتوظف ناس يعملوا قياس الأثر على انفاق هذه المجتمعات. وربنا بيقعد بيحط العاملين عليها دي يعني زي دلوقتي بعد الشباب اللي هو اللي جزاهم الله خير، يعني لا مش هندفع ولا مليم مصاريف الزكاة في الإدارة. انت مين انت عشان تدفعش؟ ده كان ربنا قالك عاملين عليها، انت هتقول انا مش عاملين عليها؟ لو انت عندك بند اخر تصرف منه على المناهج دي كلها، خلاص نوفر من الزكاه كله. ما عندكش، ربنا اداك الفرصه ان انت تحول مال الزكاه. ما هو بيت المال ده في ايه؟ زكوات. انا مؤاخذه يا شباب، بيت المال صحيح. ده في ايه؟ زكوات الصدقات والزكوات. طيب كمين اللي بيحرص؟ مش كان ليه اداره وكان ليه كذا وكان ليه كذا وكان ليه كذا؟ مش كان ليه رواتب؟ نعم. فما نيجي دلوقتي في الفقه الجديد، حضرتك انك بتتكلم عن انواع الفقه الجديده، في فقه جديد بيقول لك لا الزكاه تصرف بس في البلد هنا، هو لا الزكاه فقط ما ناخدش منها مصاريف اداريه. بقى رب اماره ايه ما تاخدش مصاريف اداريه؟ بقى اماره ايه وانت دلوقتي بتتكلم عن عدد المحتاجين؟ من اتكلم مثلا عن كندا، في مؤسسات جايه لكم بتقول بس اصرفوا مال الزكاه في كندا فقط. انا بقول لهم تعالوا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كندا دولة غنية عندها نظام اجتماعي وخدمات اجتماعية. كندا عندها مؤسسات محلية عندها أموال بمئات الملايين من الدولارات تصرف على المجتمع المحلي. دي نمرة اثنين. كندا عندها وزارات فيها إدارات للصرف على المجتمع المحلي مشاكله.
صحيح. ما تقولش بس اصرف في كندا لوحدها، لا قول انا ممكن اصرف في كندا واصرف خارج كندا. اجي بقى على قصه ثانيه، لو انا مش شايف العالم كله في ايه، في سوريا فيها كم مليون، وفي اليمن فيها كم مليون، والروهينجا مليون، وفي ليبيا، وفي السودان، وفي جنوب السودان، وفي الكونغو، وكذا وكذا. انا مش شايف، انا ليه بدايه واسع يعني. تعرفوا يا شباب، احنا في 1900 بدانا نقسم اموال الزكاه في اوائل التسعينيات من القرن الماضي، عملنا 30% داخل بريطانيا و70% خارج بريطانيا، ده من اموال الزكاه. فلذلك الاشياء نجد ان هناك في لابد انت كفقيه مجتمعي تحدد الحاجه اللي على اساسها الفقيه الشرعي يسمع كلامك انت. نعم والله دكتور، هذا تاصيل، هذا تأصيل في العمل المؤسسي رائع. أنا حقيقة بجزء أول مرة هذا أسمعه، تأصيل من آية والعاملين عليها، أن تخرج بتصور لدعوة للعمل المؤسسي، وكأن سبقنا العالم بألف وأربعية عام، وإحنا نظن أن العمل المؤسسي التطوعي والعمل المؤسسي الإنساني بدأ من 50 سنة ولا من 70 سنة، بينما هو منصوص عليه نصا بهذا الاجتهاد وتوهق الحول. تفضل دكتور. بس الإحقاق الحق صاحب الفكرة، مش أنا صاحب الفكرة، دكتور علي القرة داغي صاحب الفكرة. نعم. الدكتور علي القرة داغي وليس هاني البنا، معروف. نعم بارك الله فيك. صاحب بارك الفكرة مين؟ الله يجزيك الخير. أنا مش حاسة الفكرة منه. نعم فاحنا ندعي له هو. آمين. إليك وإله إليك وإله دكتور هاني. أكيد خلال عملك الإنساني واجهتك مواقف وقصص، بدي تذكر لي قصة من هذه المواقف أسعدت قلبك، وقصة أخرى كانت صعبة وكما يقال حرقت القلب. طيب القصة اللي حرقت القلب، شايفين الشعار اللي لابسه ده؟ نعم. أنا بس بجيبه جنب الكاميرا. نعم. ده شعار سربنيتسا، المجزرة اللي في 1995 في البوسنة. القصة اللي حرقت قلبي وحرقت قلب كل الناس في العالم هي قصة طفلة عندها 4 سنوات من مدينة اسمها زفورنيك. أمها كان عندها 21 سنة، أختها صغيرة عندها 1.5 سنة. اتقتل أبوها وجدها وعمامها 8، وأخذوا الأم والبنتين الصغيرين دول للمعسكرات، وكان كل يوم 5 أو 6 أو 7 من الرجال يغتصبوا الأم. وفي يوم من الأيام بعد ما اغتصبوا، كان موجودة في جريدة الجارديان في أعتقد مارس أو أبريل أو مايو في 1995، كنت أنا بقراها وكنت مسافر عشان إيه خطبة جمعة في شيفيلد. فالأم بعد ما اغتصبت من كام مجموعة، وده كان وجبة يومية. الله. أنا بس بقول الكلام ده إيه عشان اللي يسمعني يستشعر إن دي أخته، إن دي أمه، إن دي بنته، إن دي مراته، قبلك. فبعد ما عملوا فيها كده قال أخش خدي بنتك من الغرفة اللي هناك دي. دخلت لقى بنتها شبه عريانة ونايمة على الأرض ومغمى عليها وبتطلع رغاوي من بقها، وفخدها عليها دم. فوقتها الحمد لله بنتي كانت ايه يعني ما ماتتش. فالام بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها مش عارف، واحد راجل كده جه مسكني لعب لي في شعري كده وبس وخلاص. بنتي مش فاهمه ايه اللي حصل فيها، مش فاهمه. لما راحوا ما خرجوهم من المعسكر وراحوا على تزلة بعد كده، هو بعد راحوا فكان التبول والتبرز يعني بدا فيه مشكله، فراح للدكتور فكشف عليها فلقى انها متهتكه من الداخل، طفل عندها 4 سنين. انا ما زلت اذكر هذه القصه واحمل هذه البرده علشان اقول ان انا اخفقت في حمايه طفله زي كده. لا اله الا الله. 4 سنين، ايه في اللذه فيها؟ ايه النشوه فيها؟ مفيش. فالكلام ده انا بقوله دلوقتي بعد ما حصلت الموضوع ده ب 26 سنة
علشان احنا نستشعر ان العمل الانساني هو عمل لي انا شخصيا اشعر به في مشاعري واحاسيسي واحلامي وامالي. لو كانت بنتي دي بنتي او اختي او امي كان اغتصابات امام الرجال يربطوا الرجل كده ويشوفوا بنته قدامه وامه يعني مش ممكن مش ممكن. ومع ذلك تعدينا المرحله دي كلها. دي اكتر اشياء بتؤلمني. القصه الثانيه الجميله اللي انا هحكيها لكم ودايما انا بحكيها اجمل ابتسامه. كان في اغاني كده لشاديه وبتاع ده للصباح لو انتوا حافظين الاغاني دي قولنا عليها بدل ما كل عمليه نكد ونكد وحاجات من دي. يا ابو اغلى ابتسامه اخبارك. واحنا جايين من افغانستان كده بالعربيه ونازلين على على باكستان وطالعين على كشمير. يعني هي رحله كده بتاع 16 17 ساعه جبال كلها. وانا على الجبال في كشمير وقفت العربيه لان لقينا واحد راجل عجوز على على قرعه الطريق بيشاور لنا. فاحنا افتكرنا انه راجل غلبان غلبان يعني عايز قرشين. فنزل الاخ اللي كان معايا واداله 500 روبي قال لا لا وكان ايه اصم وابكم اصم وابكم رب اشعص اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره لو طلب الزواج لا يزوج رب اشعص اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. فقال له لا وقعد بيقول كان عايز نوصله فطلع معانا فكلها بالاشاره. فانا كان نفسي اتصور معاه وانا ببص لورا كده بصيت على وشه ابتسامه لم ارها في حياتي الى يومنا هذا. يا الله لم ارها في حياتي واتمنى ان اراه في هذه الدنيا مرة أخرى. الكلام ده 97 يعني هاي من ربع قرن. لمجرد التوصيل يا دكتور؟ لما طلع يركب في العربية كان ريحة العرق بتاعه صعبة ما كناش قادرين نستحملها. وفتحنا الشبيك وده ضعف ده ضعف عندي أنا لأن حاجته اللي أنا بتكلم عنها وأنا ضعيف مش مستحمل ريحة العرق. فأنا ضعيف مش هو اللي إيه اللي معنا عندوش ملابس البسها. فلما وصلنا المكان هو رايحه انا نزلت اجري وراه علشان اخد معاه صوره. اختفى لا ادري اين ذهب اختفى خالص. فهل هذا كان رجلا ام والله اعلم. لكن هو هذا هو الاشعر. هذه هي اجمل ابتسامه تقول لك شكرا من ابكم اصم. الله أكبر. على قارعة الطريق. دكتور هاني إن الله قريب من المحسنين. يعني العمل اللي فيه إحسان رب العالمين يبارك فيه ويطوره وينميه ويقويه. اليوم دكتور هاني ينتقل إلى عمل جديد ويقرر أن يترك مؤسسة بذل فيها يعني كل جهده وعمره ووقته وفكره ويقرر أن ينتقل إلى عمل جديد. كيف استطاع الدكتور هاني أن يتخذ هذا القرار أن يتنحى عن عمل كان هو بدأه ونماه وكبره وينتقل إلى عمل جديد آخر يبدأه من جديد؟ وما هو فكر هذا العمل الجديد المنتدى الإنساني العالمي؟ Islamic Relief has therefore had to exercise greater efforts than other organizations to be open, accountable and transparent. And they're now working to encourage other Muslim-run NGOs to do the same through the Humanitarian Forum. The forum provides a platform on which many other organizations can cooperate and exchange information. طبعا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ربنا اكرمني بان اول مره تغربت في مصر لما والدي راح يشتغل في ليبيا في الستينيات
فكان دي أول غربة، فتعودت الغربة وأنا عندي 16 سنة. نعم. لما رحت ليبيا وخدت الثانوية العامة من هناك، ثم ربنا أكرمني مرة أخرى لما قررت أن أنا أذهب لبريطانيا علشان أخذ دراسات الدكتوراه، كان عندي 26-27 سنة، وقعدت في الغربة دي لوحدي وحيد لغاية ما اتجوزت بعد كده، هو بعدها بخمس سنين لما سقطت. أنا دائما بسقط يعني، ما بنجحش من أول مرة، واخد بالك؟ ودي تاني غربة أنا تغربتها، فتعودت على الغربة بفضل الله سبحانه وتعالى. وده كان كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أنت بتعد علشان هذا الأمر. وربنا أكرمني لما حصلت على اللي هو الرخصة واشتغلت، وكنت ساعة بروح انترفيو أنا الوحيد ويقول برضك إيه مفيش فائدة مش هناخدك، وروح مرة تانية يقول ما أنت جيت المرة فاتت ما خدناكش، بيفكرني بالله يرحمه الأستاذ إبراهيم الفقه، الدكتور إبراهيم الفقه رحمة الله عليه، لما جه عندكم في كندا وراح لصاحب الشركة قال له عندك وظيفة؟ قال له لا. فراح له بعدها بأسبوع قال له عندك وظيفة؟ قال له يا ابني أنا شفتني عندي الأسبوع اللي فات. قال له لا، قال له ما فيش ماشي كده، يمكن حد مات، حد اترفد، حد كذا كذا. راح له بعدها بشهر قال له عندك وظيفة؟ قال له لا. قال له أنت بتلحق كده ليه؟ قال له اعمل خد شغلني أي حاجة. فبدأ يشتغل متطوع، وربنا فتح عليه بعض التطوع أصبحوا مدير شركة فيما بعد. فالغربة دي أنا يعني من وأنا صغير يعني تعودت عليها. فبالتالي وإنك بتسيب مكان تروح مكان إلى آخره. لما جيت بقيت كنت بحب الأغاثة الإسلامية جدا وما زلت، لكن شعرت من كثرة السفر، أنا زرت أكثر من 82 دولة، لا أدري كم مرة كل دولة، ده غير المدن. وطبيب الطائر كان يعني خلاص احنا وصلنا لسقف الإغاثة زي ما يعني جزاكم الله خير. لا لان ده خلاص الموضوع ايه اصبح مش سقف يعني متحجر، لا كل ما بتسافر يا دكتور كل ما بيحصل ايه، انك مخك بيتفتح، ذهنك بيتفتح، عقلك بيتفتح، افكار جديدة بتجيلك. فكان المرحلة الثانية اللي بعد كده هو مرحلة التشبيك والتأهيل والتواصل وبناء الشراكات. عملنا أول مؤتمر للإيدز، كيف نكافح الإيدز كمسلمين في جنوب أفريقيا. وليه في جنوب أفريقيا؟ لأن معدل الإصابة في جنوب أفريقيا عالي جدا. سنة كام؟ سنة 2007، يعني من 14 سنة. دي رؤية أخرى، اشمعنا إحنا كمسلمين ما يكونش عندنا حاجة زي كده. لما جيت أسيب الإغاثة كان عندي مشروع تاني عايز أعمله، ما ينفعش يتطبق داخل الإغاثة، اللي هو مشروع المنتدى الإنساني، مشروع المنتدى الخيري الإسلامي، مؤسستين، منتدى الخيري الإسلامي وبيجمع مؤسسات إسلامية في بريطانيا عشان يقعدوا مع بعض ينسقوا بينهم بعضهم، المنتدى الإنساني دولي. فده كان حلم. فأنا لما خرجت من الإغاثة كان مخاطرة، عندي مرتب ثابت وعندي كذا وعندي جمهور. دلوقتي المنتديات اللي انا بتكلم عنها دي يا شباب ما بنعرفش نجمع لها تبرعات، يمكن هي مثلا لو حد ادانا $50,000 ياي نعرف نعمل فرح العمده وابو العمده وخالي العمده واولاد العمده، لان ما حدش بيدين الحاجات دي كلها. فبنحاول نعمل انشطه ونطلع من الانشطه المصاريف الاداريه بتاعتنا. نعم. وهو احد هؤلاء المنتدى الانساني اللي عمل مع الامم المتحده في سنه 2015 39 ورشه عمل. اسمع دي وحطها في ودنك وعلمها لاولادك، 39 ورشه عمل في 36 دوله في اقل من سنه ونص. خدت الرساله؟ فأحد السفراء لما جاء قابلني وكان في مؤتمر اجتماع في الأمم المتحدة في جنيفا بيقول لي لا 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 انت بتلف راسنا يعني بتحك علينا ولا ايه يعني انت مين انت يعني؟ قلت له بقول لك ايه، اقول لك انا عملتها ازاي. قال لي قول لي. بعض السفراء بيكونوا امنيين شويه، واخد بالك؟ قلت له قول لي. قلت له احنا كنا بنتفق مع الجمعيه، قلنا انت عليكي
تحضري المكان بتاع الورشة والإقامة وإحنا هنجيب الأمم المتحدة مع بعض. قال لي وبعدين فلوس بتحولك إزاي؟ طب مفيش فلوس بتحول. أنت كنت متخيل إن هقول لهم حولي فلوس، فلوس أحطها في حسابي وبعدين أطلعها تاني؟ إيه؟ فجمعية في تونس مثلا ولا في السودان ولا في كذا، أنتوا عليكم، أنا اتفقت مع الأمم المتحدة. لا 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 تنسخي لا يؤن أوتشا ولم ولا الورشة الفنية في اليوم الفلاني تعالوا، لأنهم ما كانواش عارفين يوصلوا لهذه الجمعيات. فاستطعنا أننا نعمل اللي هو الرقم الخيالي ده، حتى هم كانوا بيسمينا احنا أبو أردا تشامبيون. لقينا فجوة. فالعمل ده متعب أكتر من الإغاثة لما فيش فلوس. نعم مفيش فلوس زي المليارات والملايين اللي بتتجمع، لكن في حلحلة المناخ بتغيير الثقافة والفلسفة الفكرية. جميل، رائع جدا دكتور هاني. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكرك باسمي شخصيا وباسم الأستاذ محمد التميمي وباسم قناة كنار تي في صوت العرب من كندا، وأيضا باسم جميع المشاهدين الذين يتابعونا الآن عبر هذه النافذة. فكر رائع، شخص رائع. أريد أن أعطيك دقيقة لتوجه رسالة لمشاهدينا الكرام، تفضل. الفقير هو صاحب المال. الله. الذي يهين الفقير يهين نفسه. الله. الفقير له اليد العليا التي التي أصرف منها أنا على أولادي. الله. الفقير هو بوابة الجنة، هو مفتاح الجنة. لا نزدريه ولا نحرمه أو نحرمها ولا نتحدث عنهم بتندر في مجالسنا الخاصة كأنها حدوتة ألف ليلة وليلة. الفقير هو صاحب المؤسسة. أنا مش رئيس مجلس أمناء، أنا لست صاحب المؤسسة. الفقير هو صاحب المؤسسة. لابد الشباب يعرفوا كده، لأن الفقراء هم أساس رحمة ربنا علينا في الأرض. الله الله. فلذلك الشباب اللي عاشوا عايشين في كندا دلوقتي واللي عايشين في سعة ورغب من العيش، لابد أن يعرفوا أن الفضل عليهم في كل مكان يأتي الفقراء أولا، وأنهم ما أعطي الرزق إلا ليتصدقوا به. نعم. فالرزق حينما يأتيك، لأن ربنا في علم لدني يعلم أنك ستتصدق به فيزيدك من رزقك. يا الله. فلذلك يا شباب اعرفوا ان مخالطة الفقراء وقضاء حوائج الفقراء والسعي على الأرملة والسعي على الأرملة المسكين كالقائم الذي لا يفطر لا يمل ولا يتعب، والصائم الذي لا يفطر يعني صوم أبدي أبدي أبدي. صاحب الأرملة ليه؟ لأن الأرملة دي اللي هتيجي وهي والرسول صلى الله عليه وسلم داخل مع بعض الجنة، تقول له إيه؟ لو سمحت. لا انت مين انت؟ تقول لو سمحت بس اخش انا. القائمه على ايه؟ على ايتام. مش كده الحديث ده فاكرينه؟ صحيح. صحيح. انا همسك حلق الجنه وهتجي له واحده ارمله. واخد بالك؟ فالساعي على الارمله والمسكين كالقائم. القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. دي للشباب، شباب الفيسبوك والنت والحاجات دي كلها. استعملوا النت ولا تستعملوا بالنت. الله يعطيك القوة. الله يعطيك القوة. هذه مجموعة عالية جدا يا دكتور هاني، لها 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 يعني تنطق وحدها تنطق. جزاك الله خدامك. جزاك الله خير. نلقاك في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. You saw the killing
and you refuse to die. You sow the destruction and you build community. You sow the bleeding of people and you are healing the wounds. You sow the oceans of tears which came out of the eyes of the children, the victims of rape, and the elderly, and you refuse to sit down and do nothing. في 47 دولة حول العالم وفي أشد الأحوال صعوبة، كانت الإغاثة الإسلامية في قلب الحدث. وصلنا إلى أكثر من 120 مليون إنسان مستحق لتبرعاتكم. نحظى بدعم الحكومات المانحة وكبرى وكالات الأمم المتحدة. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك سعادة.